بحضور معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهري وسعادة عميد الدراسات العليا الدكتور زياد بن عبد الله الحمام وسعادة عميد كلية الطب البيطري الدكتور ناصر بن عبد الله الحمام والسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. نوقشت في كلية الطب البيطري أول رسالة دكتوراه على مستوى دول الخليج العربي، والتي كانت بعنوان تحقيقات جزئية ومورفولوجية بتأثير المعاملات الحرارية خلال مرحلة النمو الجنيني على خصائص اكتساب التحمل الحراري وتركيب العضلات في الدجاج اللاحم. معالي مدير الجامعة أعرب عن سعادته بهذا السبق في مضمار بحوث الدكتوراه في مجال الطب البيطري على مستوى دول الخليج العربي واعتزاز الجامعة بهذا المنجز العلمي. أحب أن أشكر أيضاً كلية الطب عميداً ووكلاءً ورؤساء أقسام وأعضاء هيئة التدريس وطلبة على اهتمامهم بهذه النوعية من المجالات التي تدعم أولاً العلم والبحوث والنشر العلمي في ذلك، كما هو أيضاً مهم في تداعياتها وأثارها الاقتصادية. هذه الرسالة والمناقشة تعتبر الأولى على مستوى المملكة في كلية الطب البيطري وعلى الخليج العربي، حيث أن كلية الطب البيطري أنشئت عام 1970 ودعمت ب 11 برنامج ماجستير وبرنامجين دكتوراه والثالث إن شاء الله بالطريق، وهذه البرامج كلها تصب في هوية الجامعة وهي في الأمن، في دعم الأمن الغذائي بإذن الله. طبعاً اليوم أسعد يوم في حياتي أني حصلت أو ناقشت برنامج الدكتوراه كأول طالب دكتوراه في المشروع، والحمد لله رب العالمين أثبتنا أنه طلاب الدكتوراه يعني ممكن يقدموا شيء مفيد للوطن من ناحية الاقتصادية ومن ناحية أيضاً علمية. ممكن كمان أنه البحث الدكتوراه تبعي يدعم رؤية المملكة 2030 بحيث يدعم الاقتصادات المحلية، أيضاً أنه ممكن نساعد في سد الاحتياج الخاص بالسوق، ممكن نساعد ونزيد نقلص ميزانية أو اللي نقلص من نسبة العجز من المنتج المحلي لحتى يكفي الاحتياجات السوق المحلي إن شاء الله. إن شاء الله أنه الله بسعدنا وبسعد جميع المسلمين، لأنه أول سنة سنة خير على المسلمين جميعا، الله يوفقنا ووفق المسلمين. نشكر الجامعة ونشكر كل اللي ساهموا واللي أعطوا الدعم أنه ينجح في حياته وفي رسالته أداها خير أداء. صراحة شعور ما بوصف أبدا يعني، وأنا كوني زوجته يعني وقفت معه في كل مراحل حياته وفي الدكتورة وتحملت معه كل إشي. صراحة طبعا أنا فخورة كتير باللي وصل له يعني، وفخورة إني زوجته وإنه هو حصل على هاي المرتبة يعني، فأنا ببارك له وبحكي له إني أنا راح أضل مساندته ومعه لطول العمر، والله يوفقه يا رب على طول.